يبقى هنا لو عملنا صوره دم البريفرال بلاد شو مارك هايبوكروميك مايكروسيتك اريثروسايت. اه طبعا هايبوكروميا. شوف الخليه شوف الخليه ما فيش فيه خلاص فقدت الثلث والثلثين. الهيموجلوبين هنا مش موجود ولكن الهيموجلوبين بس بتركز في النص قطعه من الهيموجلوبين في النص عشان كده بسميها تارجت سيلز. تلاقي الخلايا فاضيه هايبوكروميك اهي وصغيره مايكروسيتك وفراجمنتد سيلز اهي وتير دروبد سيلز. وفي شيستوسايت كمان خلايا. كل ده اعراض الانيميا التكسيريه. وبتلاقي فيه بيزوفيليك ستيبلنج والبيزوفيليك ستيبلنج اللي احنا قلناها تحت دي. اهي البيزوفيليك ستيبلنج اهي. دي في البريفرال في الدم صوره الدم لما بنعمل بلاد فيل. ومايكروسيتك هايبوكروميك انيميا ده شوف بص كام من 50 ل 60 في متليتر. الام سي في من 50 ل 60 ده بين ده الثلاسيميا ميجور العنيفه. حد يقول لي امال النورمال ام سي في كام؟ في متليتر من 80 ل 100. برافو عليك شاطر اللي قال الكلام ده. لو عملنا اتش بي الكتروفريسيس بقى طبعا ما تنساش هنا الريتيكولوسايت عاليه اللي خلى النورموبلاست تطلع يبقى اول تطلع الريتيكولوسايت ده الريتيكولوسايت بتطلع وما بتكفيش فبنضطر كمان تطلع معاها نورموبلاست كمان. يعني كل الاماتيور سيريس خط الانتاج معظمه بيطلع. ليه؟ لان الار بي سيس عنيفه بتتكسر فالادلت النورمال ار بي سيس مش النورمال هنا يعني ار بي سيس من تكسيرها بنضطر نطلع ار بي سيس اصغر منها الريتيكولوسايت او النورموبلاست. فعشان كده في ريتيكولوسايتوزيس هنا. لو عملنا الكتروفريسيس هنلاقي موست اوف الهيموجلوبين بريزنت ان از هيموجلوبين اف وزاوت سلايت وزاوت او سلايت انكريز ان هيموجلوبين اي 2. طب تعالى كده نشوف في الالكتروفريسيس. بص هنا في الميجور هتلاقي بص لو كان نوع بالنورمال ده الهيموجلوبين اي 2 قصدي هنا في خلي بالك مالناش دعوه بالاتحاد دول بتاع دول بتوع السيكل سيل. خلينا في اللي فوق ثلاسيميا هنلاقي الهيموجلوبين اي 2 موجود كتر اهو بس معظم الهيموجلوبين هنا بقى هيموجلوبين ايه اف. طب والايه يكاد يكون مش موجود خالص. يعني الانسان ده عايش بالهيموجلوبين بتاع الاف هيموجلوبين ودي مصيبه. عشان كده كره الدم الحمراء لما بتخش وهي ماشيه في السيركيوليشن في الطحال بتتكسر او في الكبد بتتكسر او في البومار برضه بتتكسر ارتكلو النسيل اسيست بتتكسر. فلما انا اعمل له الاقي كل الهيموجلوبين بتاعه نوعه اف ودي مصيبه لان الاف الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين بره قصدي الاكسجين بره مشكله. فشوف ادي الالكتروفريس الالكتروفريتك باتن ان معظم الهيموجلوبين بتاعه من نوع اف. تعالى كده نشوف most of الهيموجلوبين present is هيموجلوبين اف. هيموجلوبين اف with or without increase في الهيموجلوبين اي 2. الهيموجلوبين اي 2 موجود ممكن يكون زايد او مش من زايد كل ما ده بس موجود لكن الهيموجلوبين ايه مش موجود لان ده عنيف. عنيف يعني ايه؟ يعني احنا لما جينا درسنا الجينات بتاعته الميجور لو احنا طلعنا فوق خالص ونشوف الجينز بتاعته اهو ادي الميجور كله هيموجلوبين اف وشويه هيموجلوبين اي 2 ممكن ما يبقوش موجودين والهيموجلوبين ايه مش موجود.
شوف النورمال، لا لما النورمال الهيموجلوبين ايه موجود، بص هنا بص مالناش دعوه بالاثنين دول قلنا. شوف الهيموجلوبين ايه هنا، شوف هنا قد ايه هو السائد في النورمال، وفي السايلنت موجود بس اقل شويه، لكن في الميجر مش موجود من اصلا. نرجع للجينيتكس، ده سببه ايه؟ سببه الاتي اهو، ان الكروموسوم 11 معلوش جينز للبيتا. كروموسوم 11 الجينز بتاعت البيتا مش ضايعه. ليه؟ لان كل اللي بيجي يتصنع هنا في مشكله فبيقع في الانتاج. وليه قلنا كروموسوم 11؟ لان اللي بيصنع الهيموجلوبين، بص ده 16، 16 بيصنع 1000 على طول، الالفات اللي فوق دي 1000 ده 16، وحاجات اخرى مالناش دعوه بيها، لكن 11 هو اللي بيصنع البيتا. لو دي مش واضحه يبقى اللي قبلها واضحه، يعني ان 11 عليها البيتا يعني، و16 عليها ايه؟ الالفا. طيب نخرج من حبة اللي فاتت دول كده ايه؟ اكتب ورايا ايه اللي انت تلخصه ورايا من الشوية اللي فاتت. اول حاجة الثلاسيميا، انت فاتح الكتاب بص وعلم معايا في صفحة 21، المفترض ان انت طابع الحاجة بتاعت الوزارة أو معاك الكتاب، هتلاقي أول حاجة تحت الثلاسيميا الخط الأحمر هي varying degree anemia of varying degree، يعني دي أنيميا متعددة الدرجات، دي أول حاجة تحط تحتها خط. تاني خط في السطر اللي بعدين defect production of globin chain وفي الهيموجلوبين مولكيول خط. ثالث خط ان الجلوبين تشين ار ستراكشر نورمال، لكن المشكله ايه؟ بات هاف امبالانس ان برودكشن اوف التو تايبس اوف الجلوبين تشين، يعني التشين نورمال بس المشكله في الانتاج بتاع التشين. السطر اللي بعديهم خالص may induce hemolysis، بس ده سبب دايما induce hemolysis، يعمل ايه؟ تكسير. هتعلم تحت ايه بقى؟ ان الثلاثيميا دول تو ميجر تايبس الفا وبيتا، والاثنين واحد، ان الريت ديفكت في الريت اوف سينثيسيس، بس في الالفا الالفا تقول الفا تشين وفي البيتا تقول بيتا تشين. طيب تعلم عليهم الجينيتك، السطر الثاني الالفا ثلاسيميا كوزد باي جين ديليشن، والبيتا ثلاسيميا كوزد باي بوينت ميوتيشن. علمته خلاص وانت فاتح الكتاب؟ علم دول اللي هذاكرهم حبه دول. تيجي بقى على الكلاسيكال سندروم، انا بلخص لك المحاضره اهو، هتقول سايلنت كارير ستيت بس خط، وبيتا ثلاسيميا ماينور خط، وبيتا ثلاسيميا انترميديا خط، والبيتا ثلاسيميا ميجور. يبقى عندك كام سندروم؟ اربعه. كويس.
الرسمه بقى اللي في المحاضره الجدول، اعرف مين السايلنت ومين الانترميديت ومين الميجر، زي ما انا عاملها كده. ترجع للمحاضره وتبص على الجدول. انا بتكلم عشان انت فاتح الكتاب. اهم حاجه تحفظ لي الثلاثه دول في الالكتروفوريسيس، عشان دولت اللي انت هتعلق منهم النورمال والابنورمال اهم. وتعرف لي الجدول ده الجينيتك الكلاسيك الكلاسيك او كلاسيفيكيشن التقسيم، ايه هم انواعهم اهم اللي احنا قلنا السندروم، وايه الجينوتايب بتاعهم، الجينات بتاعتنا ودراستنا. ولو هم بييجوا نشوفهم لما بيجي عند الطبيب بيبقى في واحد سايلنت وواحد مود وواحد سيفير. طيب في الكتاب اللي معاك، في الكتاب اللي معاك السايلنت كارير، هتركز لي ان هو هاف نورمال ليفل في الاتش اف اتش اي 2 الهيموجلوبين اي 2 بس، مش عايز اكتر من كده. في الماينور لو الثلاسيميا تريت تقول لي تركز على الاتي، ان الهيموجلوبين من 10 ل 13 جرام، وفي مايكروسيتا كاب كروميك انيميا، والار دي دبليو نورمال. وتقول لي ايه كمان، ان الهيموجلوبين اي 2 از اليفيتد. عايز تعرفها ارجع للالكتروفوريسيس. يبقى دول تركز لي عليهم. وبعد كده هتنزل على على البيتا ثلاسيميا انترميديا، تركز لي على الاتي، ان الجلومين بتاع الهيموجلوبين بتاعها 7 جرام. هم كلهم مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. وفي الالكتروفريسيس تقول لي في الانترميديات ان الاي 2 والاف 2 برودكشن بيزيدوا. تعرفها منين؟ ارجع ليه الالكتروفريسيس باتن اللي هو ده. ادي النورمال ادي الابنورمال. تلخيص، بنلخص الدرس ده كله. ثلاثيميا. في الميجر هم كلهم هتاخد، بص هتاخد الاتي دول، ان هي مايكروسيتك والام سي في من 50 ل 60، وفيها بيكوليسيتوزس، وفيها تارجت سيل، وفيها نورموبلاست نيوكليتي نورموبلاست، وفيها البيزوفيليك ستيبلينج. الصوره توضح. ده في الميجور تركز لي على دول، وتركز لي فيها هاي ريتيكولوسيتيك كاونت تحفظها. وفي الالكتروفريسيس معظم الهيموجلوبين هنا اف هيموجلوبين بس، مش عايز اكتر من كده. اذر ديفكت ان البيتا كلاستر جين، حاجات امراض اخرى بقى، دول تقراهم لكن احنا مش هنركز عليهم، مش هنطلبك منهم في الامتحان. كفايه كفايه اللي فوق، وهنقف عند الالفا. ايه الالفا؟ ثلاثيميا. يبقى عرفت ايه اللي هتذاكره في البيتا ثلاثيميا؟ اللي انا قلتهم لك دول. دول اللي هتذاكره بس، ودول اللي ممكن يجي لك فيهم اسئله. النص بتاع صفحه 23 لا، اللي هو من اول اذر ديفكت ان ذا بيتا كلاستر جين، مش هنطالبك بيه. والنص الاعلى من 24 مش هنطالبك بيه، لكن هنقف عند الالفا ثلاسيميا.
ودي هنبدا نشرحها في محاضره لوحدها، الالفا ثلاسيميا. وبرضو هقول لك ايه اللي نركز عليها فيه علشان يبقى انت طالع من انيميا الابر البحر الابر المتوسط سواء بيتا او الفا، تبقى عارف ايه الموضوع اللي فيه. الجينيتكس ديت الناحيه الجينيه ديت مهمه ليه بقى؟ دي اللي بتخليك تبقى فاهم انت الفا ولا بيتا. وصوره الدم مهمه جدا. يعني بص، لما بنيجي احنا نشخص مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، انيميا الام سي بي بتاعها صغير اقل من 80، على طول بخلص من صوره الدم ابص على الام سي في وعلى الام سي اتش، دول يلفتوا عينيا كلهم مايكروسيتيك هايبوكروميك. تاني حاجه البلاد فيلم، فيلم الدم، ابص من خلال بقى من خلال الوراثه بعرف دي سايلنت ولا بعرف دي سايلنت، ايه اللي فيها ايه يعني، ايه يعني ماينور او تري او انت او تريت. من خلال الوراثه بتاعتها، لما في صوره الدم بشوفه في السايلنت ممكن ما اشوفش وضوح، بس بشوف الهيموجلوبين قليل. بس الانترميديا لا، بشوف بقى مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وممكن اشوف تارجت سيل في الفيلم البلاد فيلم نفسه اللي هو اللي انا بعمله، وممكن اشوف تير دروب سيل، وممكن اشوف بيزيفيل ستيبلينج. فبقول هنا في ايه؟ بقول في هنا اهوت بكوليسايتوسيس. يبقى خليك ناصح، اول حاجه هتعمل ايه؟ هتعمل كومبليت بلاد بكشر صوره الدم، تعرف انيميك ولا مش انيميك، تعد تقيس الهيموجلوبين وتعد كرات الدم الحمراء والهيماتوكريت، تخرج منهم بايه؟ نوع الانيميا، هل دي مايكروسيتيك ولا نورموسيتيك ولا ماكرو؟ مايكرو يبقى هنا هتعمل بلاد فيلم. لو شفت أميزوبكيلوسيتوزيس او بكيلوسيتوزيس اختلاف الاشكال، هنا بقى تبدا تعمل الكتروفريسيس، فصل بالهيموجلوبين التيار الكهربائي. دول تمشي عليهم في الثلاثيميا سواء بيتا او الالفا يشخصوهم. بالاضافه ما تنساش تعمل ايه؟ الايرن ليفل والفريتين، سيرم فريتين، لان دول هيخليك تعرف وتفرق ما بينهم وما بين ايه؟ وما بين انيميا نقص الحديد. الار دي دبليو مهمه في صوره الدم، لان الار دي دبليو نورمال في الثلاسيميا لكن اب نورمال في البيتا، لكن اب نورمال في المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا بتبقى عاليه. احنا لما نجيب لك اسئله، الاسئله هتبقى مش هتخرج عن النقاط اللي انا قلتها لك دي. نقف عند الالفا ثلاسيميا ونكملها المحاضره القادمه.